هلأ برتاح وأخيراً خلصنا. الحمد لله كل شي صار مثل ما كنا مخططين، وما حدا شك فينا أبداً. وإنتي ليش عم تبكي هلأ؟ وفري دموعك هدول لبعدين، رح يفيدوكي بس نبلش بالتمثيلية بالبيت. وهلأ أنتي لازم تنبسطي، هاي خطتنا نجحت ورح نكون مع بعض مبسوطين كتير. ما بدي اسمع منك ولا كلمة، أنا ما رح كون معك ولا بدي كون معك منوب، فهمتي؟ يلا امشي، هي وصلناك على بيتك. ليش عم تدفشني هيك؟ ما قلت لك هالحكي من الأول؟ أنا ما دخلني باختفاء رشا أبداً. اسمع، لا تحكي معي بهالطريقة هي ولا بشحطك على السجن. ها طيب ماشي، يعطيكم العافية. لحظة حضرة الضابط، انتو لقيتوها لرشا؟ وين كانت؟ هي بخير ما؟ لا ما أنا منيحة، لأنه لما لقيناها لرشا كانت المسكينة ميتة. شو عم تقول؟ شو هالمزحة حضرة الضابط؟ ما عم امزح معك، هي الحقيقة. رشا ماتت، السيارة اللي كانت عم تسوقها وقعت من فوق المنحدر وانحرقت كلياتها. امشوا. ماما ماما ماما، لا لا لارا لارا لارا، شو عم بسمع؟ انت سمعتي شو قالت الشرطة من شوي؟ انه اختك رشا ميتة، عم يكذبوا علي، ما هيك؟ قولي لي. ماما لك وينك ماما؟ لارا قولي لي، عم يكذبوا علي مو؟ هالشي مستحيل. رشا يا ربي ليش هيك صار؟ أنا كنت حبها أكتر من حياتي. في ناس سيئين كتير بالدنيا منن أنا، كان لازم تموتني إلي أول. ليش لا تموت رشا؟ هي بريئة، هي بعمرها ما أذت حدا وأنا بعرف، وقلبها طيب كتير وبتحب الخير. أنا اللي لازم موت مو هي. ليش هيك صار؟ رشا ما بتستاهل هالشي.